أهلا بحضراتكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبعد ما كنا مع بعض في جولة من الأخبار وحصاد الأسبوع من خلال أهم الأخبار التي حدثت خلال هذا الأسبوع، وصلنا للفقرة الحوارية والفقرة عن المرأة. دايما بنقول في كل عام أن شهر مارس ده شهر المرأة، يوم المرأة المصرية، يوم المرأة العالمي، عيد الأم، وكمان بالمناسبة لحسن الحظ أن الشهر ده فيه مناسبات قومية كبيرة جدا. 9 مارس يوم الشهيد، 18 مارس أو 19 مارس بالتحديد يوم تحرير طابة ورفع العلم المصري خفاقا عاليا على آخر بقعة تراب من أرض مصر. النهاردة نتكلم على المرأة ودورها من خلال المرأة المعيلة، من خلال ريادة الأعمال، من خلال دورها في المجتمع المصري، من خلال ضيفتي الكريمة اللي بتنورني في هذا اللقاء، الأستاذة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال. أهلا وسهلا، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل امرأة مصرية طيبة وبخير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين ومنورين. حضرتك المنورة وكل امرأة مصرية منورة. ودايما بنقول شهر مارس زي ما قلت هو يوم المرأة المصرية، ايه اللي تقولي عن هذا الشهر اللي فيه زخم من الاحتفالات؟ احنا يعني طول السنة بنستنى شهر مارس ده وبنرتب له ترتيبات كتير، سواء الكيانات يعني الاجتماعية والمجتمعية، الكيانات الاقتصادية اللي بتمثلها سيدات دلوقتي، فكل سنة بنطلع بفكرة جديدة بتكريم أفضل لبعض السيدات اللي ليهم دور مجتمعي. حضرتك كمان نسيت ان احنا مارس السنة دي في رمضان. صحيح. فكل سنة وانتم طيبين. طيبة. ويعني ده فعل حسن زي ما بيقولوا. مظبوط. والسيدات بتستعد لرمضان، انتم عارفين كويس قوي ازاي يعني. صحيح. ما بين الدعوات يعني العائلية والمجتمعية والترابط وتفاصيل كتير قوي. صحيح. في رمضان تديرها المرأة. لكن يعني بالنسبة لنا احنا دايما يوم المرأة ده بنحس ان احنا بنكلل مجهوداتنا. صحيح. بتفاصيل كتير، تكريمات، يعني عرض للي عملناه طول السنة، دخول أفكار جديدة علينا في مجتمع الأعمال، مشاركتنا في الحياة الاجتماعية، ويعني ودعمنا لبعض الشابات والفتيات، حاجات كتير قوي الحقيقة. صحيح. بنستعد لها وبننفذها في شهر مارس وبتستمر بقية السنة. صحيح. لما نتكلم كمان عن المجلس العربي لسيدات الأعمال بنتكلم على كيان مهم جدا، وبنتكلم على ريادة الأعمال، المرأة وريادة الأعمال، شايفها حضرتك في مصر والوطن العربي أخبارها إيه؟ من خلال ممارسة فعلية طبعا. طبعا كلمة ريادة الأعمال دي كلمة كبيرة وواسعة وشاملة وما كانتش موجودة، يعني دايما كان يطلق على الست صاحبة الأعمال سيدة الأعمال. أيوة. صحيح. ويمكن تكون اتظلمت كمان بالجملة دي، يمكن الدراما ظلمتها شوية، جابت الصورة الذهنية كانت بتبقى سلبية شوية يمكن، وإن هي ما عندهاش يعني مسؤولية مجتمعية. يمكن هي بس كل يعني دورها في المجتمع المال والحصول عليه. فالحقيقة يعني دلوقتي ابتدت الدراما تظهر صورة سيدة الأعمال أو صاحبة الأعمال بطريقة واقعية. أما رائدة الأعمال بقى الكلمة اللي هي يعني استحدثت على. صحيح. عالم السيدات دي وظيفة مهمة جدا، لأن رائدة الأعمال دي بتفكر وبتخطط وبتجمع ناس حواليها. يعني فكرة إن أنا أشتغل لوحدي دي، الفكرة دي بقى لها 5 سنين مش موجودة. ابتدينا نعمل تكامل ما بين الكيانات، ما بين الأشخاص. فريادة الأعمال دي جاية فعلا من إن الشخصية تكون رائدة، سواء في أفكارها، في قدرتها على التحمل، في حشدها لبعض الفتيات اللي بيعملوا في نوع واحد من بعض الأعمال. فريادة الأعمال دي ابتدت تبقى واقع ودراسة. صحيح. إن كمان دلوقتي بقينا ندرس ريادة الأعمال في الجامعات. وفي حاضنات زي ما حضرتك بتقولي كده، في حاضنات لريادة الأعمال في الجامعات فعلا. صحيح. الجامعات كمان، مثلا اتحاد الصناعات، جمعيات المستثمرين، مجال السيدات الأعمال زي المجلس بتاعنا. ففعلا أصبح دلوقتي ريادة الأعمال دي دراسة تطبق على الواقع مش بالعكس. يعني. صحيح. هي كانت موجودة في الواقع، وكانت السيدات من أول الجنوب لغاية الشمال يبتدوا يعني عارفين يعني إيه ريادة أعمال، لكن ليها معايير وليها ضوابط ابتدت تدخل بطريقة أكاديمية على. صحيح. على الواقع بتاع المرأة. هل المجلس العربي لسيدات الأعمال ليه نشاط واضح في مصر؟ هل بيلتقي بالسيدات، بيقدم لهم دعم، سواء دعم، خلينا نتكلم في الدعم المعنوي والدعم الفني أكتر،
اه طبعا هو مؤسسه مصريه طبعا. وعاوز اتكلم على السيدات في الصعيد بما ان حضرتك يعني من جنوبية. اصل صعيد مصر، محافظه اسوان الجميله المحببه للقلوب، دائما اهل اسوان اصحاب قلوب بيضاء مزبوط. ونادرا لما تلاقي حد من اسوان مش طيب، فيعني كل الحب والتقدير لاهل اسوان. ربنا يخليكم، اسوان يعني بوابه افريقيا صحيح. وكان من حظنا الفتره اللي فاتت ان زارها سياده الرئيس صحيح. مره واثنين، ودي حاجه يعني اسلجت صدورنا وحتى عملت عندنا طاقه ايجابيه، لان دايما فكره الصعيد المهمش دي يعني احنا مش عايزين نتكلم عنها لانها خلاص ما بقتش موجوده صحيح. الفتره اللي فاتت. لا واسوان كمان هو الممثل الشرعي والوحيد لصعيد مصر في الدوري الممتاز. أيوة فكلنا ورا اسوان فريق يعني الكره طبعا. يعني انا كصعيدي يعني انتمي لمحافظه المنيا، بشجع اسوان لان طبعًا. هي اسوان ممثل لكل الرياضه الصعيديه، والحقيقه كره القدم والفريق بيسعدوا الصعيد كله صحيح. بانتصاراتهم وبتحقيقهم بعض. انا بقول كده اسوان لان عارف ان حضرتك من اكبر داعمي الفريق الاسواني. الحمد لله الحمد لله. يعني ده واجب ومسؤوليه يعني مش فضل. لكن هنرجع للمجلس العربي لسيدات الاعمال، هو مؤسسه اشيرت في 2016 وكان ليها دور مصري الاول، وبعدين توجهنا الى الدول العربيه اللي ثقافتنا يعني تشبه بعض. طبعا علاقتنا بالدول العربيه بالامارات بالكويت بالسعوديه بالسودان، كل الحاجات دي في تفاصيل متشابهه وثقافه متشابهه للسيدات ورائدات الاعمال. لكن بالنسبة لمصر يمكن دورنا كان أهم في فترة الكورونا، لما أطلقنا مبادرة اسمها رزقك في بيتك، وابتدينا ندور على السيدات اللي بتشتغل وبتخرج بره البيت عشان تدير أعمالها، فابتدينا نقعدهم في البيت وندير هذا الاستثمار من خلال رزقك في بيتك، وابتدينا نودي لهم ادواتهم. اسم رائع، رزقك في بيتك. يعني بكل تقدير واحترام للمراه خليكي في بيتك مزبوط. حفاظا عليكي وهتمارسي برضو دورك ورزقك هيجيلك. صحيح، ده اللي حصل فعلا. وكانت مبادره ممتازه الحقيقه وحققت نجاحات، وشفنا صناعات يدويه وتراثيه جميله جدا تم برضو وضعها في بعض المعارض بتاعت وزاره الصناعه والتجاره والتضامن، تراثنا وديارنا، وكنا مشاركين طول الوقت بالمجلس العربي. كمان يعني خليناهم فكره ان الست ما تشتغلش لوحدها، لازم هي واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، اللي عندها فكره واللي عندها مهاره واللي عندها اموال واللي عندها تسويق، فكلهم ابتدوا يكملوا بعض. يعني فكره الوان ومن شو دي لغناها صحيح. من ثقافتهم عشان يقدروا يسندوا على بعض ويطلع حاجه يقدروا يستفيدوا منها الاربعه او الخمسه. فكمان برضو دورنا المجتمعي في الكورونا، في الرعايه الصحيه، في التوعيه، حاجات الحقيقه عملناها يعني احنا ضميرنا مستريح ان كان لينا دور في الفتره دي بتاعه يعني المشكله الصحيه اللي اجتازت العالم كله. صحيح، دايما لما بتكلم عن المراه بنتكلم كمان على رياده الاعمال، بنتكلم على التمكين الاقتصادي، واعتقد هما الاثنين يعني بيتقابلوا مع بعض او يتقاطعوا. انا عارف ان حضرتك ليكي انشطه كثيره وليكي اوجه كثيره في خدمه المجتمع المدني، برضو كلمينا عن دور المجتمع المدني في دعم المراه بشكل عام. طبعا المجتمع يعني انا دايما يعني في اتهام للمجتمع المدني يقول لك هي الجمعيات والمؤسسات بتعمل ايه. لا، خلينا نسال السؤال بطريقه ثانيه، لو المجتمع المدني والمؤسسات شال ايده من المجتمع ايه اللي هيحصل؟ فجوه كبيره جدا جدا، لان التنفيذيين ما عندهمش ادوات غير المجتمع المدني يعني عشان يوصلوا للناس، عشان يوصلوا للناس الحقيقيه، لان كل أيوة. جمعيه وكل مؤسسه وكل جامع وكل زاويه ويعني وكل نادي هم عارفين، يعني اهل مكه ادرى بشعبها صحيح، فهم اللي يقدروا ينفذوا خطه الدوله ومع الناس اللي بجد تستحق يعني حياه كريمه. كان صحيح. مين اللي هيقدر يدي اعداد واحصائيات غير صحيح. اهل البلاد صحيح. نفسها، كل المبادرات اللي بتصدر من الوزارات إن ما كانش أهل القرى والكفور والنجوع والمحافظات هي اللي تنفذها بأدواتها وبشبابها ويعني وبقوتهم في يعني دايما احنا بنقول في الصعيد الأرض بتحارب مع أصحابها، يعني حضرتك ما تقدرش تيجي من البنيه تعمل حاجه في اسوان او الاقصر الا اذا كان ليك اصدقاء من صحيح. البلد صحيح. فالمجتمع المدني يعني هو يعني الجنود او الزراع الوطنيه التي تنفذ سياسه الدول مش صحيح. مش احنا بالتحديد. دايما حضرتك يقولوا انه مثلث التنميه في اي دوله هو الدوله، القطاع الخاص،
المجتمع المدني. مزبوط. التلاتة دول هم أضلاع التنمية. صحيح. لو فيهم ضلع يعني في خلل هيصيب المنظومة كلها خلل. مزبوط. زي ما حضرتك قلتي ما حدش يقدر يوصل للناس الحقيقية في النجوع وفي القرى وفي الصعيد وفي الريف وجه بحري إلا عن طريق الجمعيات الأهلية والاتهام اللي كان بيوجه يمكن بعض الجامعات ما نقولش كل، ولكن احنا بنتكلم على المنظومة. لا مزبوط. المنظومة لها باع طويل جدا في خدمة المجتمع. ده حقيقي. ده حقيقي. تمام. احنا لما بنتكلم عن المرأة في شهر المرأة ايه اللي بيتبادر لذهن حضرتك؟ يعني لو كلمتين عن المرأة في حياتك، يعني الأم، الأخت، الابنة، الصديقة، كلمين عن المرأة. احنا كان بيتقلص مارس ده في عيد الام. أيوة. كلنا بنستعد. صحيح. ان احنا نجيب هدايا لامهاتنا، نريحهم، نقول لهم كلمه لطيفه. في المدرسه كانت المدرسات بتاعنا طبعا كنا نروح لهم برضو بهدايا ونجتمع على الفكره دي. لكن الواقعيه دلوقتي وسرعه الحياه والميديا والتفاصيل والشباب كمان، الشابات بقوا مختلفين عننا. يعني البنات اللي عندهم 16 و18 سنة تكنولوجيا بقى تكنولوجيا أكتر وأسرع وعندهم تفاصيل مهمة. فبقى الاحتفال بقى بيوم المرأة وعيد الأم مختلف شوية. ابتدينا ندور على النماذج المشرفة، ابتدينا ندور على النماذج المختلفة. الجمعيات اللي بتعمل في الاقتصاد ازاي بتدور على البنات اللي يقدروا يعملوا بيزنس، يبتدوا يشتغلوا عليهم في التدريب والتطوير وبعد كده التشغيل. ده بالنسبة لجمعيات المستثمرين، لأن أنا حقيقة شرف كبير جدا أن أنا عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر. هذه الجمعية العريقة اللي عمرها أكثر من 35 سنة، كمان أن يبقى فيها سيدة كعضو مجلس إدارة. ده بيدي أمل للي بعدي أن في مكان موجود لسيدة تمثل اقتصاد في جمعية مستثمرين. يمكن جملة ان في سيدة في غرفة التطوير العقاري، انت لسه قلت التطوير العقاري. انت حاجة برضو عضوة في غرفة التطوير عضو العقاري، عضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات. صحيح. ده كمان مقعد للمرأة ما كانش موجود في الفترة اللي فاتت، لان دايما العقاريين يقولوا انه المرأة يمكن الموضوع ده صعب عليها. صحيح. فلا، ما بقاش صعب، وبقى كمان في مقعد يمثل كل من تعمل في العقار في مصر، من أول التصميم والتشطيبات ويعني والعمل كمهندسات في المواقع وإدارة بزنس العقار. يعني فإذا في مكان جديد للمرأة ما كانتش بتبقى موجودة فيه أو تخاف تتحط فيه. يعني فالشهر بقى ما هوش مقتصر على عيد الأم ولا على عيد المرأة ولا الحاجات اللي هي بس كانت بتبقى منشطات أو مقابلة تلفزيونية. لا، ده الموضوع بقى مختلف. القضيات في مصر الموضوع مختلف، ودلوقتي في مناصب ما كناش نتوقع أن تتقلدها المرأة تقلدتها المرأة. الحديث في النقطة دي يعني عاوزين له تفصيلة أكتر. اسمح لنا حضرتك نطلع فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لنستكمل هذا الحديث عن المرأة المصرية في شهر المرأة المصرية شهر مارس بعد هذا الفاصل. أهلا بحضرتك أعزائي المشاهدين، بنستكمل حوارنا مع ضيفتي الكريمة الأستاذة عبير عصام. وفي الحقيقة هي نموذج للمرأة المصرية، نموذج مشرف، لأنها يعني تمرست في العمل العام والمجتمع المدني وفي غرفة التطوير العقاري، غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة، كمان جمعية مستثمري أكتوبر. يعني دخلت في أماكن صعبة أن تدخلها سيدة وأثبتت وجودها. ده يخليني بعد الترحيب بحضرتك مرة تانية أقول أن السيدة المصرية بشكل عام، إحنا جايبينك النهاردة كنموذج، اخترقتي ونجحتي في مجالات صعبة على المرأة. في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة المرأة تقلدت العديد من الوظائف ما كناش نحلم ان المرأة هتبقى موجودة عليها، واخرها منصة القضاء. مزبوط. عندنا محافظ سيدة، عندنا نائبات للمحافظ، نائبات كثيرين، مساعدة للوزراء، عندنا رؤساء جامعات في فترات سابقة وحاليا حتى القائمين بعمل رئيس جامعة موجودين في الجامعات المصرية. عندنا المرأة في كل مكان دلوقتي. مزبوط. كلميني عن تواجد المرأة ونجاحها بهذه النسبة الكبيرة. عندنا مجلس النواب ومجلس الشيوخ نسبة كبيرة جدا. مزبوط. هو طبعا ده بيدلل على ايه؟ هو بيدلل عن قيادة سياسية حكيمة. لان المرأة موجودة طول الوقت. صحيح. وبتعمل يعني بتشتغل كل انواع الوظائف اللي بتكون قدامها ومطروحة عليها وفي تخصصها. لكن الحقيقة ما كانش في دفعة قوية
في سياسة الدولة ان السيدات تاخد اماكن بهذه النسبة، لان يعني احنا عارفين كويس جدا دور المرأة المصرية ودورها على مستوى الوطن العربي، يعني صحيح. ازاي اثرت في السيدات العربيات. لكن الحقيقة الملف ده كان يعني مقفول عليه ان في نسب تبقى موجودة في للمرأة. طبعا حضرتك اتكلمت عن القاضيات ودي كانت حاجة صحيح. مهمة جدا. سيدات الأعمال، نسبة سيدات الأعمال زادت وموجودة في الكيانات، لازم يكون لها مقعد في مجالس الإدارات. ده الجديد بقى، وده يعني اللي أثار انتباهي، إن مش هي مش موجودة في العمل فقط، لكن لا ده عضوة في مجلس الإدارة. لأن مجلس الإدارة ده بيدير الكيان كله. بالظبط كده. اتكلمنا على غرفة التطوير العقاري دي فيها أكتر من 3000 عضو، فأما يبقى في صوت نسائي وسط عمالقة العقار في مصر، فده احنا أنا بشوفه تتويج لشغلي لمدة 33 سنة. المصرفيات، البنوك ورئيسات مجالس الإدارات في بنوك مهمة جدا، ودي صحيح. حاجة ليها علاقة بالاقتصاد والسياسة. يعني شايفين كمان البطلات في الرياضة، هتلاقي بطلات كتيرة محققين حاجات عالمية. يمكن احنا عندنا فكرة جديدة، مدارس التكنولوجيا التطبيقية صحيح. وعلاقتها بالمجتمع وعلاقتها بالدولة. احنا دلوقتي بنستهدف عدد كبير من الطالبات يكونوا موجودين في التكنولوجيا التطبيقية عشان يقدروا يخرجوا من المدرسة على سوق العمل مدربين بالفعل، وسوق العمل محتاجهم وبيتدربوا في وقت الدراسة. يعني هو يعني كل شريك صناعي دلوقتي، هم عددنا دلوقتي 52 مدرسة، احنا شخصيا عندنا مدرستين، فعددنا 52 مدرسة، كلهم بيتدربوا وبيخرجوا لسوق العمل مدربين في مجالات ايه بقى استاذه عبير؟ مجالات مختلفه جدا. احنا عشان شغلنا له علاقه بالعقار، فاحنا مدرستنا للتكنولوجيا التطبيقيه للتطوير العقاري. لكن مدارس لها علاقه بالسيارات، لها علاقه بالذهب، لها علاقه بالمواد الغذائيه، حاجات كتير. 52 مدرسه مشارك فيها شريك صناعي مع الدوله عشان يطلع اولاد بمعايير وجوده يقدروا ينافسوا يعني في السوق المصري، بان هم مش صنايعي فقط. صحيح. لا ده هو صنايعي وعنده جزء كمان اكاديمي. السيدات في مجلس الشعب والشورى عددهم بقى اكبر، الوزيرات. صحيح. يعني كل حاجه دلوقتي، كل المكاسب الجميله اللي حصلت عليها المراه في بالزبط. السنين اللي فاتت، يعني ازاي نقدر نبني عليها اكتر؟ يعني كيف يمكن البناء على هذه النجاحات عشان نستثمرها؟ هو دلوقتي السيدات اللي وصلوا لأماكن الحقيقة كلهم هم اللي بيشدوا الفتيات والسيدات اللي بعدهم ان هم يحصلوا على نفس النتائج اللي هم حصلوا لها. يعني احنا زمان كان الموضوع معقد يعني شوية. مقولة ان الست بتحارب الست دي مش حقيقي؟ يعني هي مقوله فيها جزء حقيقي زي كل حاجه، ما هو الرجاله بيحاربوا انا متعود منك على الصراحه. لكن لا، الناس اللي واثقه في نفسها والناس الناجحه، ما فيش ناجح مؤذي ابدا. يعني صحيح. هو ده الصح بقى، ما فيش ناجح مؤذي، مش مستحيل، لانه منشغل بنجاحه وعايز ينجح اللي حواليه. صحيح. ما فيش حاجه اسمها دائما القوي يبحث عن الاقوياء. يعني مظبوط. والضعيف دائما يبحث عن الضعفاء. يعني احنا كنا في اسوان وكان معانا بيت الزكاه، والحقيقه لقيت كل المتطوعات الفتيات بيت الزكاة تابع للأزهر الشريف. الأزهر الشريف كانوا معنا في أسوان، يعني بيعملوا حاجة حلوة قوي، يجهزوا 150 عروسة من الفتيات التي تستحق. الله. ما بقتش فكرة اللي هي محتاجة. لا، اللي تستحق غير اللي محتاجة، لأن هي الحقيقة أدت حاجة. فيعني بيت الزكاة كان بيكافئها وبيساعدها أنها تدخل على حياة سعيدة وجديدة زوجية، تحس أن المجتمع كمان معها. فكان أغلب المتطوعات فتيات. طيب أنا ما ينفعش يكون معايا نموذج مشرف للمرأة المصرية وما سألكيش مين أكتر شخصيات نسائية أثرت في حياتك. يعني لازم قبل البرنامج ما ينتهي لازم ناخد مين اللي أثر في حياة الأستاذة عبير عصام. الحقيقة شخصيتين، الدكتورة زهيرة عابدين رحمة الله عليها والدكتورة حياة النجار. كلمين عنهم مين عشان نعرف الناس بيهم. لا، جمعية الشابات المسلمات. أيوة. كانت جمعية عريقة ومعروفة طبعاً. وليها دور كبير قوي في المجتمع، سواء في الصحة والتعليم
ومساعدة الفقراء، وأنا كنت أصغر عضو مجلس إدارة، يعني كان عندي 25 سنة. ده في أسوان؟ لا، ولا هنا على المستوى المركزي؟ على مستوى هنا. وأنا الدكتورة زهيرة؟ الدكتورة زهيرة عبدين، يعني أنا هي كانت ست عظيمة جدا وأنا صغيرة جدا، يعني عندي 25 سنة، فقالت إزاي نبقى اسمنا جمعية الشابات المسلمات وما يبقاش معانا شابة صغيرة. فهي اللي دخلتني الحياة المجتمعية. تمام. والمسؤولية المجتمعية. وبعد كده طبعا رحمة الله عليها الدكتورة حياة الطيب النجار، ابنة الشيخ الطيب النجار. فأنا يعني سليلة بيت أزهري عريق. فأنا نتاج الحقيقة الشخصيتين دول، وما أقدرش أنسى فضلهم عليا. وطبعا بقى في المجتمع الاقتصادي الحقيقة كانت تسبقني في جمعية مستثمري 6 أكتوبر كعضو مجلس إدارة دكتورة نوال الدجوي. ماما نوال طبعا. وطبعا إذا ذكرت اسم الدكتورة نوال لازم نقول ماما نوال، لأنها رائدة من رائدات التعليم، مش في مصر فقط ولكن في الوطن العربي. وأنا بنتهز الفرصة دي أن نوجه لها تحية من خلال وجود حضرتك. كل سنة طيبة. وطبعا سيدة التعليم اللي عملت طفرة في 6 أكتوبر مع الدكتورة نوال، الدكتورة سعاد كفافي رحمة الله عليها. دي نماذج مشرفة جدا. دي نماذج. بنشكرك يعني أن أنت ذكرتيها بالتحية والتكريم. وإحنا النهاردة اخترنا أن حضرتك تكوني معنا لأنك نموذج للسيدة الناجحة اللي اخترقت مجالات عمل صعبة جدا على السيدات وأثبتت نجاحك فيها. أنا سعيد بوجودك معايا، وكل سنة وحضرتك طيبة، ودايما كده نلتقي في تقدم لحضرتك على المستوى الشخصي وللمرأة المصرية على المستوى العام. شرفتيني ونورتيني. أشكركم، شكرا جزيلا. كانت معانا الأستاذة عبير عصام، في الحقيقة لها صفات كثيرة جدا، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وعضو مجلس إدارة مستثمري 6 أكتوبر، ورئيس جمعية أو رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، كنموذج للمرأة المصرية الناجحة. دائما بنفتخر بسيداتنا، بأمهاتنا، بإخواتنا، بزوجاتنا اللي بيشرفونا في كل المحافل. بختم ختامي المعهود مع حضراتكم: عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة، والله الموفق والمستعان، وما تخافوش أبدا على مصر. تحياتي.